كيف تعمل العلاقات العامة في المنظمات؟ هناك ثلاثة طرق لا تخرج عنها عمل العلاقات العامة. أولاً أنه ننشئ كمنظمة إدارة علاقات عامة موجودة فينا تدعم بالكوادر الإدارية والفنية وبتقنيات الاتصال، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الاستعانة بمستشار خارجي أو بوكالة علاقات عامة خارجية. والأمر الآخر هو المزج بينهما. لدينا إدارة علاقات عامة تسير الأعمال اليومية، لكن هناك أعمال طارئة ربما لا تستطيع أن تتعامل معها إدارة العلاقات العامة الموجودة داخل المنظمة، فنضطر إلى الجمع بين الأسلوبين. أسباب تعاظم دور العلاقات العامة في المجتمع الحديث. لماذا اكتسبت العلاقات العامة في العصور المتأخرة أهمية خاصة؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسة جعلت من العلاقات العامة ذات أهمية خاصة، منها أسباب اقتصادية واجتماعية وأسباب سياسية وأسباب تكنولوجية. الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، تحول المجتمع تحول الاقتصاد العالمي من الزراعي إلى الصناعي، ظهور ما يعرف بالمجتمع الجماهيري وابتعاد المستهلكين عن المنتجين، نمو المجتمعات الحضارية، قيام المدن الصناعية، تطور قطاعات الخدمات في اقتصاديات الدول الحديثة واعتمادها كأساس للعمل الاقتصادي الحديث، اشتداد التنافس الاقتصادي بين المؤسسات والشركات المختلفة، أيضا ازدهار التعليم والوعي بين الناس بما جعل الجمهور صاحب القرار الأخير في سلوك البيع والشراء. أيضا الأسباب السياسية، اتجاه المجتمعات الإنسانية نحو إقرار الحريات العامة، حرية التعبير، ازدياد دور الجماهير في العمل السياسي والاجتماعي على كافة المستويات، تبلور أهمية الرأي العام في المجتمع المعاصر وقدرته على التأثير في صنع القرارات. السبب الثالث، وهو دخول المجتمع العالمي عصر الثورة الاتصالية ونمو المجتمعات المعلوماتية، تحول اقتصاديات العالم إلى اقتصاديات المعرفة، وضعت ثورة الاتصال المتلقي للرسالة في موضع التمكن، في موضع الفاعل، في موضع الصانع للرسالة الإعلامية. في السابق كان متلقي، واليوم أصبح هو قائم بالاتصال، أصبح هو مرسل ومتفاعل مع جميع ما ينشر. ارتفاع وتيرة الاتصال التفاعلي بما يمكن الفرد من التفاعل مع أي حدث في وقت قصير. للعلاقات العامة أهداف عامة يمكن إجمالها في تحقيق السمعة الطيبة للمنظمة، كسب تأييد الجمهور الداخلي، الفوز بثقة المجتمع الخارجي، المساعدة في ترويج المنتجات. هذه الأهداف يمكن توزيعها على نوعين من الأهداف، قصيرة المدى وطويلة المدى. أهداف قصيرة المدى، يجب أن تعمل المنظمة من خلال العلاقات العامة على المحافظة على الروح المعنوية العالية للعاملين بها، توفير سبل الاتصال بجماهير المؤسسة، التعريف بالمؤسسة والتعريف بخدمات المؤسسة. هناك أهداف بعيدة المدى، منها إيجاد اتجاهات إيجابية نحو المؤسسة. هذه الحقيقة حتى تتحقق تحتاج فترة زمنية ممتدة تعمل من خلالها العلاقات العامة حتى تصل إلى هذه النتيجة. العمل أيضا مع الإدارة العليا لاتخاذ القرارات التي تؤثر في الجماهير من خلال مراجعة السياسات العامة، من خلال مراجعة التغيرات الاجتماعية والسياسية الموجودة داخل هذا المجتمع حتى تتغير بعض الأنظمة لتتواكب معها. الإسهام في التنمية الثقافية والحضارية في المجتمع من خلال رعاية أحداث فنية، أحداث علمية، رعاية كراسي بحثية وغيرها من الأحداث. أيضا التنسيق مع الإدارات الأخرى في كل إدارة لاتخاذ ما تراه من قرارات مناسبة. لكن العلاقات العامة تواجهها عدد كثير من المشكلات، أمكن حصرها بعد عدد من الدراسات في عدم ممارسة العلاقات العامة كما يجب أن تكون، اختزال العلاقات العامة في قضية الاستقبال والوداع، وكل التعريفات اللي احنا ذكرناها ما وجدنا فيها لا استقبال ولا وداع ولا حجز مطاعم ولا حجز فنادق، كلها بعيدة كل البعد عن هذا. هنا مشكلة الخلط في مفهوم العلاقات العامة ما بين المراسم، ما بين الخدمات العامة، وما بين العمل الفعلي والرئيس للعلاقات العامة. أيضا من المشاكل تواجهها إدارة العلاقات العامة عدم ارتباطها بصانع القرار مباشرة، أيضا إسنادها لغير المختصين سواء كان من يدير العلاقات العامة أو من يعمل فيها من كوادر وظيفية فهم من غير المتخصصين. من أيضا أبرز المشكلات ضعف البرامج التدريب الأساسية. قد يتخرج الإنسان من الجامعة بتخصص علاقات عامة، لكن لهذا لا يكفي، هو تلقى عدد كبير من المعارف والعلوم المختلفة، لكن لا بد من التدريب على
فنون ومهارات العلاقات العامة. تكليف العاملين بساعات عمل إضافية دون احتساب مقابل مالي في أغلب المنشآت أيضا هذا يسبب غياب الرضا الوظيفي. هذه ربما تكون أبرز عوامل أو أبرز المشكلات التي تواجه العلاقات العامة. وظائف العلاقات العامة، هناك وظائف 5 تقليدية للعلاقات العامة، منها وظيفة البحث وهو القيام بالدراسات المتعلقة بمعرفة خصائص الجمهور، قياس اتجاهات الرأي العام في الداخل والخارج، البحث عن مدى نجاح الحملات الإعلامية أو الدعائية التي تقوم بها العلاقات العامة. وظيفة التخطيط، العلاقات العامة أيضا لا تعمل في فراغ، فهي تساهم في رسم خطة دقيقة للعلاقات العامة تتفق مع الخطة العامة للمنظمة التي تعمل فيها ولا تتعارض معها. أيضا الثالث هو التنسيق، ضبط عملية الاتصال بين المنظمة وجماهيرها المختلفة لتحقيق عملية الانسجام بينها، العمل كحلقة اتصال بين المستويات الإدارية الدنيا والمستويات الإدارية العليا. الإنتاج، العلاقات العامة لها إنتاج إعلامي كبير، لها مطبوعات، لها إنتاج مسموع ومرئي ومقروء، عليها أنها تمارسه. وأخيرا عملية التقييم من خلال قياس مدى نجاح العلاقات العامة، برامج العلاقات العامة قوة وضعفا، فعالية وسائل الاتصال المستخدمة، التقييم المستمر لتدارك الجوانب السلبية، معرفة ردود فعل الجمهور، المعلومات المرتدة، رجع الصدى. عملية العلاقات العامة هي عملية تداخل متداخلة ومتشابكة بين وظائف البحث والاتصال والتخطيط والتقويم. هذه الوظائف التقليدية 5 ظهر أيضا مسؤوليات حديثة وبعض وظائف حديثة للعلاقات العامة نظرا للتطورات الحديثة ولتعقد وتشابك المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق أجهزة العلاقات العامة في المؤسسات الحديثة. باعتبارها مهنة خدمية موجهة برزت بعض الأنشطة الحيوية التي تقوم بها أجهزة العلاقات العامة، من أهمها الوظيفة الاستشارية، إدارة الأزمات، إدارة الصورة الذهنية، إدارة السمعة، إدارة الهوية، إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام، العلاقات العامة التسويقية، العلاقات العامة مع المجتمع. الوظيفة الاستشارية، برزت مؤخرا وظيفة استشارية للعلاقات العامة وهي الاستعانة بمستشار علاقات عامة خارجي. من أبرز الأمثلة شركة هيل أند نولتن، وهي شركة علاقات عامة متعددة الفروع في جميع دول العالم. هذه الشركة قادت عمل فري كويت أيام الاحتلال العراقي للكويت، قامت بتسيير مظاهرات في المدن الأمريكية الكبرى، قامت بعمل دعائي كبير وعرف في وقتها باسم أطفال الحاضنات، مما شجع الكونغرس الأمريكي على اتخاذ عدد من القرارات لإرسال القوات الأمريكية للمشاركة مع قوات التحالف في إخراج العراق من الكويت. الوظيفة الثانية وهي مهمة، وهي إدارة أو المسؤولية الاجتماعية للعلاقات العامة. اليوم العلاقات العامة أصبح لها أدوار أخرى غير الأدوار التقليدية، أصبحت المسؤولية الاجتماعية تعزز دور المؤسسة التنافسي على الجذب والمحافظة على رضا الجماهير، على رضا الموظفين. أصبح الاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية يعزز مكانة المؤسسة لدى الجهات القانونية والمنظمات العالمية في عالم تعد فيه السمعة والصورة الذهنية هم الأصول ذات القيمة المادية الأعلى في المؤسسة. أصبحت تحرص المؤسسات الواعية على أهمية وقيمة والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية. أيضا من الوظائف الجديدة هي وظيفة العلاقات العامة التسويقية. العلاقات العامة التسويقية كيف برزت؟ كان هناك صراع لمدة عقد من الزمان بين رجال الإعلام، بين رجال العلاقات العامة ورجال التسويق. رجال التسويق يرون أن العلاقات العامة جزء من الأدوات اللي تستخدمها إدارة التسويق. هذا الكلام لم يوافق عليه ولم يسلم به رجال العلاقات العامة فرفضوا، فكان هناك شد وجذب وجدال مستمر طيلة 10 سنوات أثمر عن وجود اتفاق بأن العلاقات العامة لها أدوارها التي تنجح فيها وتتميز بها، لا يمكن لإدارة التسويق القيام بها، أيضا لإدارة التسويق مجالها ومهامها التي لا يمكن للعلاقات العامة أن تقوم بها. نتج عن هذا الاتفاق تحالف، ظهر ما يسمى بالعلاقات العامة التسويقية، وهي الدور الحديث للعلاقات العامة المتمثل في دعم الجهود التسويقية للمنظمة وتعزيز صورتها الذهنية. بعد أن تعرفنا على التحالف ما بين العلاقات العامة والتسويق، هنا وقفة مهمة جدا وهي كيف نفرق بين العلاقات العامة التسويقية والتسويق.
الهدف الرئيس للتسويق هو تلبية الاحتياجات وترويج المنتجات، أما العلاقات العامة التسويقية فهي تهدف إلى تشكيل انطباع إيجابي عن المؤسسة. التسويق يهدف أو يعمل على التعريف بالمنتج، العلاقات العامة التسويقية تهدف للتعريف بالمنشأة. التسويق يسعى لتسويق السلعة، والعلاقات العامة التسويقية تسوق الماركة. لو شفنا شركة أبل كيف كانت إدارة التسويق تسعى لتسويق هذا الجهاز، بينما كانت العلاقات العامة تسعى لتسويق شعار وماركة شركة أبل. أخصائي التسويق يحاولون التعرف على القيمة المناسبة لبيع السلعة، لكن رجال العلاقات العامة التسويقية يقيسون انطباعات الناس ومدى رضاهم عن المنتجات. التسويق يسعى لتحقيق الربح المادي السريع، بينما العلاقات العامة التسويقية تسعى لبناء السمعة. التسويق نشاط قديم جدا، أما العلاقات التسويقية فهي نشاط حديث نسبيا. التسويق نشاط قصير يبتدئ بالتفكير بتلبية احتياجات المنشأة وتوزيع هذا المنتج، أما العلاقات العامة التسويقية فهي نشاط طويل جدا. لذلك مهام العلاقات العامة التسويقية هي تنمية برامج الولاء، تنمية برامج الولاء، لأنه الولاء يبنى ولا يشترى، من خلال برامج خدمة المجتمع، من خلال الاتصال الشخصي، من خلال تأسيس روابط أصدقاء المنتج، من خلال برامج الرعاية، من خلال إدارة الهوية، من خلال الدفاع عن جماهير المنظمة، من خلال المشاركة في صياغة الرسالة التسويقية، من خلال المشاركة في مواجهة الأزمات، تلقي الشكاوى والملاحظات. لذلك العلاقات العامة التسويقية تساعد وتسهل عملية اتخاذ القرار من جانب العميل. أنا قبل ما أعرف جهود شركة أبل والتعريف بالمنتج الجديد، كنت أتصل بزملائي وأصحابي أسألهم المنتج الجديد وش سعته، وش المزايا اللي فيه، كم حجمه، كم سعة التخزين، ومواصفات الكاميرا وغيرها من المواصفات. اليوم أنا أروح للسوق وأنا متهيئ نفسيا، لأن كل هذه المعلومات وربما أكثر زودتني بها إدارة العلاقات العامة من خلال المؤتمرات اللي قدمتها شركة أبل في منتجها رقم 5 ورقم 6 المنتجات الأخيرة. أيضا تعمل العلاقات العامة على إيجاد نوع من الثقة الكبيرة في أي منتج يرتبط بالمنظمة، تساهم على قيام رجال البيع في مهامهم التسويقية، تساعد في ترويج المنتجات الجديدة وتقبلها لدى المجتمع. أيضا تعمل العلاقات العامة التسويقية على زيادة وعي الجماهير باسم الشركة ومنتجاتها، تدعم الوسائل الترويجية الأخرى، تعمل على جعل المؤسسة مواطن صالح من خلال زيادة المصداقية في اسم الشركة ومنتجاتها، من خلال عدد من الأعمال الاجتماعية التي تحظى بالقبول والرضا الاجتماعي. العلاقات العامة التسويقية تساهم في الوصول إلى جماهير لا يمكن الوصول إليها من خلال الوسائل التقليدية. هناك عدد من قادة الرأي وقادة الفكر ورجال السياسة ورجال الأعمال لا يمكن الوصول إليهم من خلال وسائل الإعلام التقليدية، فلا بد من رجال العلاقات العامة التسويقية القيام لهم بزيارات شخصية لتقديم التعريف بمنشآتهم.